ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. عندي فعالية ما حبيت أضعها بالمتحرك، وإنما يعني رغبت أن أضعها بالشرح البسيط وبسرعة. المتحرك يعني يأخذ وقت كثير، والوقت الكثير في التعليم سيء. دائما أعطي الفكرة، هذا أسلوبي، ودع الآخرين يطورون الفكرة. هذا أسلوب تعليمي يعني خاص بالبعض. فالفعالية هي تكتيك عن طريق الربط، وتحت الضغط تكون تقريبا، يعني أنا أسميه تحت الضغط الكامل. الأهم أن نرى هاي الفعالية و نشرحها شرح جيد، حتى يكون عندنا مصدر من مصادر المعرفة بتدريب التكتيك، ليس فقط أنه يكون هناك يعني فكرة واحدة ترسخ في أذهان المدرب ويكون العمل ماله روتيني وينتقل من فعالية إلى فعالية أخرى في تدريب التكتيك، بينما تدريب التكتيك يحتاج إلى متغير ومتغيرات في الكوتشينج كثيرة. يعني طبعا المدربين يعرفون أكثر من عندي أنه الكلام اللي يرتبط بالصورة يكون أحسن كثير، يعني مو أحسن قليل. شوف كيف هم موزعين، لا تضع اللاعبين على خط المنتصف، ضعهم أمام منطقة الجزاء جميعا، أمام منطقة الجزاء 20 يارد، هذا المربع يكون ممتاز، 20 يارد ممتاز، لاعبين يتقربون موازاة لاعبي الوسط. وطبعا إذا كنت تريد فائدة من وجود 4 أو 5 كلاعبين مدافعين مركزيين، ضعهم أمام في دائرة الوسط أو أمام دائرة الوسط للعب كرة واحدة، كرة الاختراق. فالتمرين يجري كالتالي: عندي أنا 4 مدافعين، 2 ماسكين و2 احتياط اللي هم الظهيرين، عندي حارس مرمى وعندي كرات، عندي المجهزين. يبدأ اللاعب الدفاع المركزي بلعب الكرة المباشرة إلى أحد المهاجمين، سواء إلى 10 أو 9. فنفترض إحنا الآن اللاعب الدفاع المركزي لعب الكرة إلى 10 عنده واجب واحد بالوان تاتش، يعيدها إلى أحد لاعبي الوسط. فإذا عادها إلى 6 أو إلى 8 يعني يكون أدى واجب جيد. في لحظة إعادة الكرة إلى 6 أو 8 اللاعبين المهاجمين المركزيين يفتحون بحركة بسيطة بحدود 10 ياردات خارج مراكزهم الأصلية، فيسحبون المدافعين وأنا معهم. إحنا كتدريب نعطي تعليم للمدافعين المركزيين، نقول أين ما يذهب اللاعب 10 واللاعب 9 كن مراقب إليه. تعليم عشان يسموه شرط تعليمي لإنجاح هدفنا من الفعالية. فيتحرك هذا هنا، يتحرك هذا هنا، يتحرك معهم المدافعين، تفتح منطقة العمق. اللاعبين 8 أو 6 من يستلمون الكرة، نفترض أنه 8 يستلم الكرة يلعبها إلى 11 للجناح، هذه خلال حركة 10 و9 خارج مراكزهم. فيصير باص 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 11 يكون مع الكرة في منطقة الجناح، و6 و8 يدخلون كلاعبين مهاجمين مركزيين. بعد أن تحرك المهاجمين المركزيين على تقريبا بعيدا عن منطقة الجزاء ب 15 إلى 10 ياردات لا بأس، المهم يفتحون هاي المنطقة يسحبون المدافعين المركزيين. فبدخول 6 و8 إلى منطقة الجزاء يدخل 2 و3 للضغط على 6 و8 ويصير اللعب. فيصير عندي يعني 6 و8 داخل منطقة الجزاء، ويصير عندي لا تنسى 9 و10 خارج منطقة الجزاء، تحت الضغط 6 و8، تحت الضغط
10 تساوي، يبدا اللعب 4-4 والكره في منطقه الجناح، كروس باسنج، اي شكل من اشكال الهجوم اللي يحقق لك الهدف. هذا مهم. ثم تنتهي هذه المساله، يرجعون اللاعبين بكل راحه، التقاط انفاس، والعشره والتسعه مكانهم، والسته والثمانيه مكانهم، لان الان عندما اقول ابدا نفس الحركه لكن باتجاه اليمين. خلصنا من اليسار، خلصنا من اليمين، التسعه والثمانيه يبدلون مكانات، والعشره والسته يبدل مكانات، فيصبحون لاعبي الوسط هم عشره وتسعه، واللاعبين المهاجمين المركزيين هم سته وثمانيه، ونعيد من اليسار من اليمين. ودائما بعد كل محاولتين الثلاثه يتقدم، الداعش يتاخر للراحه لان هاي المسافه، السبعه يتاخر، الاثنين يتقدم كجناح. ونكرر هذا مهم، انه اللاعبين اللي تحت الضغط الان، ضغط كامل 100%، اللي تحت الضغط الان هم لاعبين يسمون باللاعبين، يعني انا اسميهم باللاعبين اللي يجب ان يبحثون على مختلف الحركات للتخلص من الرقابة اللي تفرض عليهم من قبل 2 و3 و4 و5. هذا ستيج، مرحلة، أنا درب مراحل، تكتيك أنا بعرفي وتدريب مراحل. بعد ذلك أتي بلاعبين مدافعين، لاعبي وسط، أخليهم على مسافة 10 ياردات من 6 و8 اللاعبين المهاجمين، ويصير عندي 9 و10 تحت الضغط، 5 و4 و86 تحت الضغط 86، صار عندنا 4 أصفر 4، ويلعب المدرب الكرة إلى أي من المهاجمين، والمهاجمين يرد الكرة إلى أي من لاعبي الوسط. الآن من ترد الكرة إلى لاعبي الوسط، المدافعين يضغطون على لاعبي الوسط، فالطريقة الأحسن أنه بالوان تاتش اللاعب مثلا للاستلام يلعب كرة للجناح، فالجناح يروح مع الكرة ويدخلون ذولا 4-4. نفس الحركة، انتبه عليه، نفس الحركة تصير، راح يروح العشرة يروح مع 5، يعني المدافع ماله، أنا أبلغ المدافعين وين يروح مهاجمك، روح معه، أبلغ الآن لاعبي الوسط الاثنين مدافعين، أقول وين يروح زميلك، وين يروح الشخص المراقب اللي تراقبه، روح معه، فيصير ماركينج عندنا. فلما يفتحون ذولي، نفس الفعالية الأولى اللي سويتها اللي هي مقدمة يسموها introduction، والآن ادخلت متغير عليها، ضفت لاعبين مدافعين في الوسط، فيصيرون هنا لاعبين الثمانية داخل منطقة الجزاء، ويبقى 10 و9 خارج منطقة الجزاء، لكن 4 فعالين، المدافعين والمهاجمين، يكون 7 عند الكرة، يكون لعب بالطريقة اللي تحقق هدف في مرمى المنافس. نفس التنظيم السابق، مرتين، مرة يمين مرة يسار، أبدل، يجون الثمانية هنا والستة والتسعة هنا، ويبقى 5 و8 و6، ويبقى لاعبي الوسط مع لاعبي الوسط، رغم أنه لاعبي الوسط أصبح الآن 9 و10. وكرر مرتين منها مرتين منها، أكون دخلت في المرحلة الثانية الستيج 2 اللي يسمونه مور تشالنج، أكثر. ثم وهو هذا المهم اللي أفكر به بالنسبة لإخواني المدربين وأبنائي، أنه بعد أن نشرح وناخذ وضعيات للتدريب، الكوتشنج مهم في هذه الفعاليات، مهم جدا، والمدرب الذكي هو من يستخدم هذه الفعاليات في تطوير تكتيك المجموعة، هذا تكتيك فريق، تشكيل يلعب ب4-4-2 مثلا على سبيل المثال. فأقول الآن نفس التمرين السابق، لكن المتغير الجديد أنه أنبه إلى شيء مهم، أنه بالمحاولات السابقة دخلوا 8 هنا ودخل 6 هنا، دخلوا معاهم مدافعين وسط بلون أصفر، والتسعة ذهب هنا أو العشرة هنا، يعني خارج منطقة الجزاء 10 ياردة أو 15 ياردة، مو مشكلة، حتى نفتح هاي المنطقة ويصيب الكروسين. الآن نفس الفعالية السابقة، إنه الدفاع المركزي يلعب كرة للاعب مثل لاعب
10 او 9 كان في السابق يعني يلعب لي احد لاعبي الوسط المهاجم بالوانيك ذاك وينسحبون يفتحون المجال امام 6 و 8 الاشباح يضغطون عليهم يتحركون اللاعبين الوسط الهجوم للداخل مع لاعبين الوسط المدافعين بالتاكيد تحت الضغط والان من اي من لاعبي الوسط يلعب للجناح يفترض لعب للجناح كما في السابق 7 هذا الجناح يجب ان يدخل كمهاجم الان وصلنا الى ما يرى بالفاينل ستيج الاثنين والثلاثه يضغطون على لاعبي الاجنحه فيكون عندي 6 و 8 تحت الضغط عندي 10 و 9 تحت الضغط وعندي 11 و 7 تحت الضغط لاحظ يعني من اقول انا التكتيك بناء بلوك اوفر بلوك بلوك حجر فوق حجر فوق حجر انا يعني كنصيحه استخدموا هاي الفعاليات بالوصول لتدريبات التكتيك الى ما يعرف بالضبط الكامل فابدي بالانترودكشن فقط مدافعين بس ما عندي هذول المدافعين يدخلون بعد ان يصل ال الجناح إلى منطقة الجناح وستة وثمانية يصل لنا عشرة أوتسايد فيصير هنا أنا عندي يعني 4-4 قبل لعب الكرة من الأجنح ثم أضفنا ضغوط على اللاعب الوسط ثم تدرجنا في إضافة الضغوط إضافة الضغوط تقرب تدريب الفعاليات التكتيكية من واقع اللعب أنت لو الآن تصورت أنه عندي 6 ضاغطين على 6 حتى صاحب الكرة ضغط عليه تخلق حالة جديدة هي اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات هل السبع اللي عند الكرة بجناح قادر على رفع الكرة أم أنه اللاعب المدافع الظهير مسوي عليه بلوك فيبي حاجة إلى حركة أحد اللاعبين لإسناده لتطوير اللعب قد يكون تطوير اللعب بتغيير اتجاه اللعب نتيجة للضغط فتكون هناك حركة رائعة وتدريب متقارب مع ما يحدث في المباراة ومع ما تريده أنت للتشكيل معك هذا موضوع متسلسل الحقيقة ويحتاج إلى ورش عمل وليس ورشة عمل لبيان وتسليط ضوء ساطع جدا على ما يعرف بتدريب التكتيك في مثل هذه الوضعيات التدريبية ثم بعد ذلك نأتي إلى مراحل أخرى أنه فعالية تصير من 3-4 ساحة زين والمدافعين يتغير مكانهم وبعد ذلك أحد اللاعبين المهاجمين المركزيين ينسحب واحد فقط ويدخل لاعب وسط واحد فقط ولاعب الوسط الثاني ينصف هكذا يكون تسلسل ما يعرف graduate tactical training إذا ما ندرب اللاعبين بهذه الطريقة إذا نجيبها كلها حفنة من الفعاليات ونضعها على اللاعبين خلال ربع ساعة وريدهم يطبقون بالمباراة ماكو فائدة لأن أحد المدربين قال لي إحنا ندرب تكتيك بس ما يطبقوا اللاعبين طبعا ما يطبقوا اللاعبين لأن تدريب التكتيك يجب أن يكرر خلال الموسم كاملا بدءا من الفترة التحضيرية أو بدءا من الإعداد العام بالأسبوع الثاني يبدي تدريبك لتشكيلك والتكتيك أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية كما أني دائما وأبدا أقول إن الشرح هو السلاح أو خلنا نبتعد عن كلمة السلاح الله يبعدنا عن كلمة السلاح هو الطريقة المثلى لتعليم المدربين وبالتالي تعليم اللاعبين الساحة هي الفيصل أما المحاضرات الطويلة والتذكير بقواعد التدريب هذا ليس شغل المدرب في الساحة شغل المدرب في الساحة أن يعالج مشاكل ما يحدث في الفعالية التدريبية يعني موفق المولى صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين وعلى آل بيته الكرام وعلى أصحابه جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد أرحم بارك شكرا جزيلا.